تعالى يا روحي، تعالى وحشتيني يا حبيب قلبي. انتي وحشتيني. تعالى يا حبيب قلبي. حبيبي القلبي. تعالى يا روحي. حاضر حاضر. عينيا عينيا بتضحك. تعالى يا حبيبي. وانت كمان يا روحي. قوم يا افضل شوف مين. الامانه وصلت. ايه في ايه؟ قوم. الامانه وصلت. حد من رجالتك بيندهلك. طيب انا مش هجيب. متاخرش. مش هجيب. متاخرش. انا مش جاي. جاي. هاتوا مين ده؟ عايزين ايه يا حيوان انتوا؟ ايه يا جماعة؟ ايه اللي عملتوه ده؟ تعال يا حبيبي، تعال. خفيش خفيش حبيبي، خفيش. هقتلكوا واحد واحد يا كلب من اجله. قول قدام يا كلب، قول قدام يا كلب، قول يا كلب، قول قدام يا ابن القرع. قول. خفيش خفيش قدام. انا ما انا خايفه. لا يا حبيبي انا خايفه. لا يا حبيبي ما تخافي. انا بقى هروحك بنفسي. تعال يا حبيبي، تعال. انا هقتلهم الكلاب دول، هقتلهم زي ما يقولوا يا ابن الجنية. ما تخافيش لا، انا زي ماما، يعني انا زي ماما، انا انقذ. ما تخافيش يا روحي، ما تخافيش، ما تخافيش مني، ما تخافيش يا روحي، ما تخافيش. ما تخافيش بقولك، ما تخافيش، ما تخافيش، هوصلك لحد البيت، لحد بيتك، لحد السرير. والدموع دي ايه الدموع دي يا حبيبي؟ لا يا روحي انت ما تعيطيش يا ابني. Ha 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 ha
بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح المزاد. المعاينة أساس البيع. 50% عربون عند رسوم المزاد، 5% رسوم أميرية، 5% خبرة ودلالة وتتمين. نبدأ المزاد بقطعة أثرية تحفة نادرة للأسرة الحاكمة الثالثة في الصين، عائلة مانغ، آخر ملوك العائلة الثالثة في الصين. مين يفتتح المزاد؟ 10,000. 12,000. 12,300. 15,000. 20,000 جنيه. مين يزود؟ 20,000. تزود يا أستاذ، ما تستاهلش. مبروك عليها. مبروك عليك. الله يبارك فيك. ممكن تليفون؟ أوي تفضلي. مرسي. يا خدم، يا حسم، يا بهانة فندي. ايه ده؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ البيت ده بقى فوضى، بقى قل التربية وقل الذوق، بقى مظلمين. الو. ايوه سيدي. انا رودا يا بابي. خير يا بنتي؟ تيفا ابعت لي شيك بعشرين الف جنيه. شيك بعشرين الف جنيه؟ ليه؟ نعم؟ تحف بعشرين الف جنيه؟ ليه؟ يا الناس بقت جشعة كده ليه؟ الله، يا بنتي دي غالية قوي. حاضر حاضر، هكتب شيك بعشرين الف جنيه باسم الزفت مانولي خدشة دوريا. طيب، محدش واخد فلوسنا غير بتوع التحف. تحف بعشرين الف جنيه؟ امال لو ما كانش تحف كتب ابهام. في ايه؟ الرخص. انا؟ انت ايه؟ عايز اعرف في ايه؟ سرعة في القيادة، وطبعا ده مخالف لقواعد المرور. وايه يعني؟ فيها خطر يا هانم على ارواح المواطنين. بسيطة، يشتروا عربيات بدل ما يمشوا على رجليهم. مش كل الناس عندهم فلوس زي حضرتك عشان يشتروا عربيات. خلاص، في رصيف يمشوا عليه. امال هم عاملينه ليه؟ رصيف؟ الرصيف ده معمول عشان خاطر الناس الغلابة، مش علشان خاطر الناس المفترية. تقصد ايه؟ هات الرخص. ما معيش رخص. وكمان ماشي من غير رخص. العربية دي بتاعت بابي. بابي؟ لا بابي ولا مامي يا هانم، انت مخالفة للقانون. ما تجيبش سيرة مامي على لسانك وصبرك عليا. يا مامي. في ايه تاني يا بنت؟ يا بابي الضابط جاب سيرة مامي على لسانه. ايه؟ جاب سيرة مامي؟ اخي اخي، وحصل ايه؟ عاوز مني الرخص وانا وطبعا ما معكيش رخصة قيادة. وليه تسوق العربية من غير رخصة؟ احنا عندنا بدل السواق 3، ليه ما خدتيش واحد منهم؟ لا 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 يا روضة، لا، دي قلة تربية وقلة اخلاق وقلة قيم وقلة مصر. لا لا لا، على العموم معلش يا بنتي، معلش انا هتصرف. اديني صاب. اهلا يا فندم. اهلا اهلا، انا عبد اللطيف رستم باشا. اهلا يا حضرة الصوت. حضرة الضابط، لا مؤاخذة. معلش يا ابني، معلش، دي عيلة صغيرة ما تعرفش اختار السواقة، والسواقة بسرعة بالذات. معلش يا ابني، خلاص سمع، خليها علي المرة دي، وانا حبقى اشوف. لا لا، انا حبقى اعاقبها على سرعة سواقتها. خلاص يا فندم، سماح انه بادي علشان خاطر ساعتها. مع السلامة يا ابني، سلم على بابا. ايوه بابي. خلاص يا بابي، مش هخالف تعليمات المرور تاني. باي باي. بس تخاف ما تختشيش. في ايه متجعر ليه؟ صوتك وحش، خرمتين الطبلة الشمال. في ايه؟ خلاص الموضوع خلص. يعني مسامحني يا بابي؟ سامحني؟ قال لك ايه الظبط؟ يا بابي ده جاب سيرة مامي وجاب سيرتك كمان يا بابي. معقول؟ معقول الفاظ زي دي تصدر من شخصية مهمة كده؟ لا 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 لا. انقله يا بابي. انا هنقله وانقل ابوه.
لا 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 هعاقبه يا بابي بقى. هعاقبه ازاي يجيب سيرة مامي واعرف مامي دي كانت ايه ولا من عيلة مين؟ كلا كلا والف كلا، انا لازم اكلم رؤساءه ويعاقبوه. انا هكلم مدير الامن. مش كفايه اكلم وزير الداخليه؟ مش كفايه اكلم رئيس الوزراء؟ مش كفايه اكلم رئيس لا كلا والف كلا، مش معقول. لا اكلم اللي مش معقول ده يا بابا. ما اقدرش اتحبس. وماله لما تتحبس يا بابا؟ بس لازم يعرف انا بنت مين ومن عيله مين. انا بنت عبد اللطيف باشا الرستم. خلاص امسحي دموعك يا مال. وريني التحفه اللي انت اشتريتيها. تجنن يا بابا. ايه رايك؟ ايه رايي؟ فعلا تجنن. دي بعشرين الف دي ما تستاهلش تلات ابيض. ايه يا بابا اللي فاهمك بس؟ خدي ايه بتجعري ليه صوتك وحش؟ التحفه اتكسرت يا بابي. ولا يهمك ولا يهمك، فداك عشرين الف اربعين الف مئة الف. يعني حضرتك مش زعلان مني؟ مش زعلان ولا حاجه، بس انا بقى زعلانه. ولا يهمك ولا يهمك، خلاص انا هعوضها لك. يلا مسكينة مجنونة زي أمها، الله يرحمك يا زلابية، ماتت مسروعة. ألو زيزي ازيك؟ أخبارك إيه مضروبة؟ اسكتي، مش أنا اشتريت تحفة بعشرين ألف جنيه وانكسرت مني؟ أيوة ما بابي قال لي برضو كده. طيب باي باي. كنت بتكلمي مين يا لولا؟ لولا مين يا بابا؟ رودا. رودا ابتدائي ثانوي كلها مدارس. كنت بكلم زيزي يا بابا. زيزي؟ لا 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 البنت دي مفكوكة. ايه مفكوكة؟ أيوة. يعني ايه بقى مفكوكة يا بابا؟ يعني سايبة. Hey please, I'm a beggar. Put your hands in the air and give me all your money. ده الحلاوة دي، نفساني برطة شمس في الشقة بتتشمسي. ايه يا حبيبتي اللي بتعمليه ده؟ بتلعبي؟ ما بتذاكريش ليه؟ انا حرة. يعني ايه حرة؟ مش لاقي حد يشكمك ولا ايه؟ لا ليه؟ لا ليه؟ اوريكي ليه؟ غري لي وشي غري. You talking to me like that? Alright. بلد اخر زمن هتجنن؟ الست زمان كانت بتخدم جوزها وبيتها وولادها، الست دلوقتي بتتبع جوزها وولادها. بابي اكيد يا بابي حضرتك اتأثرت بالتحف اللي في الفيلا. كلا انا اتأثرت بمامي وبابي وستي الله يرحمها. تقدم الامم يا بنتي. ايه؟ تقدم الامم وحضارتها مرتبط بتقدم الاخلاق. يا بابي حرام عليك يا بابي، يعني انا سايبه حصه المواد الاجتماعيه في المدرسه اجي الاقيها هنا في البيت يا كمان؟ يا بنتي انا يهمني جدا الاخلاق، يهمني الادب قبل العلم. الاخلاق دي مهمه، والتقاليد والقيم والمثل العليا مهمه جدا. لو ضعفت ومحلت هذه القيم هتضعف الامم. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بابي ما كنتش اعرف ان حضرتك شاعر. انا شاعر بحاجات كتير بس كاتم في نفسي. يا عام جديد عام سعيد ان شاء الله. اعرفكم بنفسي، انا بروفيسور خميس عبو تاجل صليط، مدرس اللغة العربية. درعمي درعمي؟ تحفة مدام تحفة، يبقى عاجبك. فانتاستيك، شفت جربتك عاملة زي السيراميك اللي في الحمام عندنا، لبسه كله خيال علمي. عامل زي القرد ابو زبل. بتضحكي على ايه يا حلوة سوية؟ الضحك من غير سبب قلة أدب. هدوء هدوء يا أمهات المستقبل. اسمك إيه يا آنسة يا مهذبة؟ رودا يا أستاذ.
وروضة. كنت بتضحكي على ايه يا انسة روضة؟ يا بنيتي معلمة. اصلها كانت بتسأل يا استاذ يعني ايه دار عمي. اصلها كلمة فانتاستيك يا استاذ. فانتاستيك فانتاستيك يا استاذ. فانتاستيك؟ ده اسم كازوزة؟ انا بقولها دراعمي نسبة الى دراعم. نسبة الى دراعم؟ طيبة؟ اضحك على ايه؟ ها؟ اجلسي. وانت يا انسة؟ انا؟ قعدتي ليه بدون اذن؟ علموكي في البيت ان تجلسي بدون ان تستأذني؟ وقعدي في شر اعمالك. حد كلمك يا انسه؟ فلماذا تعيطي اذا؟ اصلي انا رقيقة قوي قوي قوي. حساسة يا استاذ. رومانسية. هدوء يا امهات المستقبل. انسة روضة، اسمك ايه يا روضة؟ اسمي ايه؟ ما انت حضرتك قلته روما. انا قصدي اسمك بالكامل. اسمي بالكامل رودا الرستم يا استاذ. انت كنت بتسالي يا انسة عن معنى درعام، ودرعامي هو خريج كلية دار العلوم. تطلع ايه دار العلوم يا استاذ؟ تطلع ايه؟ تطلع كافيتيريا. نايت كلاب. وليه دار العلوم تخرج فيها كبار علماء اللغة ممن أثروا حياتنا الأدبية واللغوية. موعبكم يا أبناء هذا الجيل أنكم جهلة بالمعرفة والثقافة. وهذا هو الخطر الذي يهدد مستقبل هذه الأمة. لكن طول ما أنا هنا في هذه المدرسة هعلمكم وثقفكم وربيكم ونشط عقولكم وخليكم بني آدمين. والنهاردة هنعمل مراجعة لمقرر السنة الماضية. باين عليه رزل ودمه تقيل وغثيث. على مين؟ هو لسه شاف مننا حاجة؟ ده احنا هنجننه. وهنطفشه. وهننسيه اللغة العربية اللي هو درسها. أورايت. الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق. الله يا سلام يا أستاذ. شكرا. مين من الشطار يقدر يقول لي ما موقع الأم من الإعراق؟ قولي يا نسناس قولي. الأم هي سهلة يعني. سهلة أوي. الأم سهلة أوي يعني. سهلة جدا، مفيش أسهل من كده. قولي أي حاجة. فعل. أمال الأب بيعمل إيه؟ أقعدي يا خايبة. الأم قولتي يا مفعول به يا استاذ. سلام على الثقافه. برافو يا بنتي، شيء جميل. اقعدي يا خايبه. ابوي هو البيت كله فيه رب ما فيهوش. الام مبتدا، مدرسه خبر. خبر اسمي انا وانت وزاره طويله يا امهات المستقبل.
راحتك يا أضيان. مالك سلامتك يا أضيان. مالك ألف سلامة يا أستاذ خميس. مالك خير؟ لا أبدا مفيش بعض الآلام في عظام اللوح. أنا لوح؟ أنا دول مش ممكن أبدا يا رب وأجيال، مش ممكن أبدا يبقوا أمهات مستقبل. عندك حق يا أستاذ خميس، دول عاملين زي ما يكونوا معجونين بمية شياطين. هتقول لي دول مغلبيننا يا أستاذ. خمس سنوات ونحن في هذا الهم يا أستاذ خميس. أنا بفكر أعتزل التدريس من تحت راسهم. أعتزل التدريس؟ فشلوا ثم فشلوا. دول ما ينفعش معاهم غير القوة، مش القوة البدنية، لا، القوة في تلقي العلم. عايزين مدرس قوي يكملهم بواجبات كثيرة تشغلهم عن الهزار والسخف اللي بيعملوه ده. المسؤولية مش مسؤوليتهم، مسؤولية السادة أولياء أمورهم. اشمعنى يعني؟ دي مدارس لغات بالمصروفات، والبنات حاسين إنهم بيتعلموا بفلوس أهاليهم. ثم من الخطأ يا أستاذ خميس أن يعين مدرسين ذكورة في مدارس الإناث. يا شيخ دي وجهة نظر يا أستاذ. وجهة نظر لكن عنده حق. لا وجهة نظر لكن غلط، ولكل شيء علاج إلا دي. وإيه العلاج اللي أنت شايفه يا أستاذ؟ دي بالكمادات، أما البنات فعلاجهم إننا نعلمهم الاحترام والحب، احترام المعلم وحب العلم. بس يا رادة، رادة عايزه ايه؟ ايه التناحه اللي انت فيها دي؟ فرحانه في ايه؟ الاستاذ بتاع العربي ده تفتكري هنعمل فيه ايه؟ ده بقى لازم نطفشه من الفصل. لا من المدرسه كلها. وليه مش من الدنيا كلها؟ على رايك محتاجه تكتيك دي. ها طبعا. نعمل ايه بقى؟ ها الناس يا بنتي لما طفشنا مدام كريمه في سنه ثانيه اعدادي. ومدام بدعه في سنه اولى. ومدام صرفي ناس في سنه ثالثه. ومدام تحب بتكره ليه؟ بنت الهبله. بس ازاي دي بقى؟ عايزه تفكير وتكتيك. بقول لك ايه، لما تروحي تكلميني في التليفون. اول رايت اول رايت. مش اي مال صدعت يا وسط طفلت البراميل. بنات بنات ماما حضروا نفسكم للتربيه الرياضيه. برميل فعلا. بتقول ايه؟ لا قصدي يا ميس عطيات عندنا برميل في البيت. برميل ترشي. ايه ده؟ نخرب دنيتنا. العربيات دي كلها بتاعت الطالبات. كلا والف وكلا. لا انا ما علمتكيش كده يا فله. رودا رودا يا بابي رودا. رودا حضانه هي كلها مدارس. انا ما علمتكيش كده. انا صحيح اديتك حريتك لكن في حدود. بس يا بابي هو اللي ضايقني. وماله، لازم تقفي للمدرس بتاعك. قال الشاعر قديما: قف للمعلم وفيه تبجيله، كاد المعلم أن يكون رسولا. وأنا راجل بتاع أخلاق، الأخلاق عندي أولا ثانيا العلم. يا بابي ولا كلمة. تاني مرة لما تشوفي أساتذتك تقفي وتركبيهم معاكي، دول غلابة مش لاقين ياكلوا، وإلا هزعل منك وهتضايق وهتنرفز. خلاص يا بابي خلاص. حاضر. أنا لولا رودة يا بابي. رودة حضانة. ما خلاص أنا بكلمك دلوقتي مش بصفتي أب ليكي، بصفتي صديق مخلص. لازم تكوني قدوة لزميلاتك. امال مش لانك بس بنت عبد اللطيف باشا رسوم، لا، لانك بنت متربية في بيت طيب من اب طيب، كل ثروته الاخلاق والتقاليد والمقانف. يا بابا زهقتني من المقالك بتاعتك ديت. يعني ايه مقالك اصلا؟ نفسي اعرف ايه مقالك دي. ايوه يا صوفي. لا طبعا مش هنسى. حامد بيه هيكون معايا طبعا. زيزي؟ لا زيزي راحت المدرسة النهاردة. طيب طيب لا مش هنسى. مع السلامة. انتي بتكلمي مين يا ماما؟ دي صوفيا حبيبتي، عزماني على حفلة النهاردة وعزمك انتي كمان، بس انا شايفة انك تذاكري احسن. مذاكرة ايه؟ اسكتي لما احكيلك اللي حصل النهاردة. جالنا حيطة مدرس اسمه خميس، لابس بتاع ده طرطور من بتاع زمان. طربوش. طربوش. وكرافات وبدلة مبهدلة، شكله تحفة يا مامي تحفة. قطيعة تقطع التعليم المجاني، خلى الدنيا لمت وكل دخل الجامعة. الحمد لله يا مامي اننا بنتعلم بفلوسنا. معقولة يا زيزي؟
انا برضو كنت هقبل ادخلك المدارس بتاعه الحكومه. على فكره المدرس بتاع العربي ده احنا لازم نشكمه. نشكمه؟ اه. انت فاكره خالتك قالت ايه؟ الراجل عشان يتحكم في مراته بحق وحقيقي بالليلة الدخلة يذبح لها القطه. احنا لازم نذبح له القطه. يا اهلا يا اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا. على فكره انا بحب حماتك بتحبك. انت حماتي؟ ده انت اختي الصغيره زيزي. يا ترى حماتي بتحبني دي يا زيزي؟ علمي علمك يا انكل. ما بلاش انكل دي، قولي لي يا ميدو. ميدو. ميدو؟ ده انت بقك بينقط شهد يا حامي. على فكره صوفي لسه مكلماني في التليفون وعزماني في حفله انا وانت، بس زيزي مش عايزه تيجي معانا. مش هتيجي معانا ليه؟ كفالة الشر. مامي انا رايحه اوضتي. رايحه اوضتك ليه يا مؤاخذه؟ معلش عندي مذاكره كتير. انتوا لحقتوا تاخدوا حاجه؟ ادوكوا اي دروس؟ بصي انا هجيب لك مدرس خصوصي يديكي درس هنا. والله فكره مش بطله، هشوفها. توتالور؟ مين توتالور ده؟ مين؟ بقول لحضرتك ايه؟ نعم. زيزي حلوة قوي. اسم الله. طب ما هي لازم تحلو، هي مش البنت برضو بتبقى طالعه لامها؟ يعني مش قال الاوان يعني؟ اصبر الصبر جميل يا حبيبتي. طالعه لامها؟ طب ما انا طالع لامي. امال مال شكلي كده؟ انسه رضا، انسه التليفون على شيء. اتفضل. متشكره. الف رضا، هاي. ازيك يا زيزي؟ عامله ايه؟ كويس. عامله ايه؟ بتذاكري؟ تتجننتي؟ اذاكر يعني ايه يا بنتي؟ انا مخي مشغول في حاجه واحده بس. في ايه؟ حذري فذري. طبعا. في التحفه بتاعه النهارده، هو في غيرها؟ تصوري اني اول مره اكره تحف بالشكل ده. بقولك ايه، احنا لازم نتصرف، لازم نجننه ونشعوته. اوكي. مش لازم انا افكر لوحدي، لازم انت كمان تفكري وكل البنات يفكروا معانا. يا بنات بونجور يا استاذ. قيام. جلوس جلوس جلوس. بس النهارده يا بناتي في غاية الأهمية. الحمد لله. هنتعب فيه إن شاء الله. فانتبهوا واسمعوا واعوا. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبنى ملك على جهل وإقلال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبنى ايه ده ابو مين فيكو ده؟ اخو مين فيكو ده؟ ولي عمري مين ده؟ احنا ما عملناش اي حاجة وما شفناش اي حاجة. اللي هتنطق هحط السيخ المحمي في صرصور ودنها، فاهمة يا سهولنا؟ احنا عمي وطرش لا بنسمع ولا بنشوف. اوكي؟ ضحك طين عشتك. اعوذ بالله. مالك يا استاذ خبيث؟ في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ دي مش مدرسة، دي مهزلة، ده سيرك، ده رجوز. طب معلش وسع انت الاخرى.
أرجوك يا أستاذ خميس، أرجوك اهدى وفهمني إيه اللي حصل. الذي حصل مهزلة، الذي حصل لا يحكى ولا يقال. كلبي عبر النظرة، كلب. إيه كلب؟ هو 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 هو. إيه كلب ده؟ كلب مفترس كاد يقرمني. معقولة؟ هي حصلت؟ كلب، كلب نجس نقض وضوئي عبر النظرة. معقولة؟ كلب في مدرستي أنا؟ ازاي ده يحصل؟ هو حصل يا اختي في المدرسه. ايه ده؟ ايه هو حصل يا اختي ده؟ احترم نفسك. كلب، كلب مفترس نقض وضوئي وانا جاهز للصلاه. كلب في مدرستي انا؟ معقوله؟ لازم احقق في الواقعه دي واشوف التصادع الاخلاقي اللي حصل في مدرستي. اتفضل اتفضل اتفضل. جلوس. بلغني للأسف الشديد إن إحدى الطالبات المحترمات جابت معاها هنا في الفصل كلب. كلب بيعوم؟ أيوة كلب يا روضة. لازم تعرفوا إن المدرسة دار لتحصيل العلم ولا يمكن أبدا هقبل السخافات دي، وأعتقد برضو إن أولياء أموركم مش هيقبلوا هما كمان السخافات دي. اتفضل يا أستاذ خميس. شكرا. عشان كده عايز اعرف مين فيكم اللي تجرأت وجابت معاها الكلب ده. يعني ما بتردوش؟ مين اللي جابت الكلب ده هنا في الفصل؟ مفيش كلاب يا عمر. بس كذب، كذب يا عدد النظرة، كذب. اتفضل يا أستاذ خميس اتفضل وبطل عياط من فضلك. شكرا. أنا متأكدة إنهم كذابين، عشان كده مضطرة للأسف إني أفصل الفصل كله لمدة أسبوع. بس وما فيش رجوع الا مع اولياء اموركم. اتفضلي مس عطيات، اتفضلي نفذي الامر. حاضر يا فندم. ايوه سمير. هقول لك مين اللي جاب الكلب. مين يا سمير؟ روضه وزيزي يا ابو. طب اتفضلي. روضه، زيزي، ايه رأي حضرتك في الموضوع ده يا روزة؟ حصلش يا أبلة كلب؟ حصل، حصل، ما حصلش. وانت يا زيزي يا لطيفة كذب يا أبلة كذب. ليه انت اللي كذابة؟ طيب زيزي، روضة، حضراتكم مفصولين لمدة أسبوع ومفيش رجوع إلا مع أولياء الأمور. حضر قدامي يا ابو. يلا يلا تعالي 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 تعالي. معقول يا بابي انا اجيب كلب معايا الفصل ده هو اللي مصطهدني يا بابا؟ يبقى الراجل ده ما عندوش لا سمة ولا اخلاق ولا ضمير. انا راجل دايما بتاع اخلاق، انا بفطر اخلاق وبتغدى قيم وبتعشى مقانق. ايه مقانق؟ يعني ايه مقانق؟ ما اعرفش مقانق. بابي انت لازم ترفضه يا بابي. ايوه حرفين وحشتكيل. بابي اشتكيل وزير التربيه والتعليم يا بابي. حشتكيل؟ لا ولا اقول لك اشتكي يا بابي الرئيس مجلس الامن يا بابي. حشتكيل؟ ولا اقول لك يا بابي اشتكيل جورج بوش. جورج بوش؟ أيوة. لا انا مخصمه وزعلان معاه، وبعدين حته جربوع زي ده اشتكيل جورج بوش؟ ده ما يستاهلش جمعه فن. ده
يا بابي اسمه خميس. خميس ولا جمعة هي كلها ايام ربنا. يا بهانة يا فندي. بهانة. ايوه سعادة الباشا. سلامة يا فندم. سلامة. سلامة مصيبة هي كلها اسماء. بكرة الصبح تروح المدرسة وتشوف ايه حكاية سي جمعة فندي. يا بابي خميس. خميس يبقى ليلة الجمعة فندي تروح تشوفه. حاضر يا فندم حاضر. انا لا يهمني خميس ولا جمعة ولا سبت ولا حد خالص. امال يهمك ايه بس يا بابي؟ انا يهمني اعرف مكانك يعني ايه. ايه ده؟ احنا جينا سجن النساء ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا هاني؟ في ايه؟ انا قلت لك هنا بيت جيجي هاني. ايه ده؟ جايب لنا عيال لسه هنربي؟ سنتي حامد انا اسف. ايه هو ده؟ انت منين؟ عايز ايه بالظبط؟ الصالون. الصالون. الصالون اتفضل. يا هانم. يا ساتر. ايه ده؟ اهلا حامد بيه. اهلا 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 بسيادتك. مين الشغاله الجديده دي؟ دي جانيت. جانيت دي جانيت الحيوانات دي متوحشه يا هانم. معلش. امال فين دي؟ قول لي يا حامد بيه انت جبت لنا ايه النهارده؟ النهارده هو بس النهارده؟ هو بس النهارده مع كل يوم بس ده جزمه عشان حضرتك وفستان عشان جبت لي جزمه. والله يخليك ليا يا حامد بيه. وتستاهلي اكتر من كده والله. لا 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 يا اهلا. يا دي فين؟ اسكت يا حامد. ما انا ساكت عمال اجيب وساكت. ايه فيه؟ مقطعه نفسها من العياط يا حبه عيني. حبه عين حامد يا فين؟ مقطعه نفسها من العياط. ازاي يعني؟ في ايه؟ اصل المديره بتاعه المدرسه طلبت منها ولي امرها. ليه؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه؟ ولي امرها يظهر المدرس بتاع العربي مستقصتها قوي يا حامد بيه. مين؟ الله انت دي ولد ايه؟ يقطي. اسمه ايه؟ اسمه خميس. خميس؟ ده مش هتفتح عليه جمعة. خميس يستقصدها ازاي؟ استقصدها يا حامد بيه. يعني طلب ايه يعني؟ يعني انت دلوقتي ممكن تتصرف؟ اتصرف؟ لا انا رايح له. انا عايزك تروح له بقى وانت لابس بدلتك الايافة. لا ايافة؟ لا هروح له لابس شورت. شورت ليه؟ ايوه. ايه؟ ليه؟ ليه؟ عشان يفتكرني مدرس الالعاب يتخم فيا. فاقول هو اسمه ايه؟ اسمه خميس. 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 هاي هاي هاي. وروح لبه قلم. تديله بالقلم. يا زيزي زيزي حتى يزعل. ده لازم يبوسها. يبوس ايه؟ لا مؤاخذة اوريك ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي؟ بقول لك ايه يا حامد بيه؟ نعم. انا عايزك تخش تهديها بكلمتين حلوين. دي برضه هتبقى مراتك ومسؤولة منك. هتبقى ايه؟ هتبقى مراتك وانت مش هتتجوزها يا حامد بيه. ازاي يعني؟ يعني تخش كده تهديها بكلمتين عشان نخلص بقى من حكاية المدرسة اللي بتترفض منها كل يوم والتاني. حاضر. تسمحي لي بس ادخل لها. انا والجزمة بتاعتي حلوة. بلا جزمة. الجزمة بتاعتي. متضايق. هاتي دي ومحضره لكم شرايط لذيذه هنرقص عليها. بقول لك هكلمك بعدين. ها اوكي باي. مش معقول. ايه يا حبيبتي؟ ايه بتعيطي؟ بتعيطي؟ معقوله في ناس حلوين زيك يعيطوا؟ امال يعملوا ايه يا حبيبتي؟ قطر ايه ده؟ يعملوا ايه؟ معقوله بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ رفدوني. مين ده اللي رفدك؟ الزفت اللي اسمه خميس ده. خميس؟ لا مش هتطلع عليه الجمعه. يا ابني ازاي؟ لا ما تعيطيش عشان خاطري. ما تعيطيش. قلبي هيتقطع. ما تعيطيش. انا رايح له بكره. هروح له لابس الشرطه وتحتيه البدله وهفرجه. بس المهم ما تعيطيش عشان خاطري. ما تعيطيش. ايه ده؟ ده مش هقول لك. دي حاجه بقى جايبها لك عشان اظهرك بيها سهره. ايه ده؟ عملي سيربرايز. مين سيد فايز؟ مين؟ انا زي الفريق ما احبش شريك سيد فايز من ورايا. ازاي؟ لا يا حقوق انت فهمتني غلط. سيربرايز يعني مفاجاه بس بالانجليزي. تعالي بقى اوريك الحاجات الحلوه دي. ده انا ايه الشبشب؟ اتفضل. لا اتفضلي. يلا هجومي. ايه ده؟ وقعت وانت فيك حل كل اللي بتعمله ده؟ قول. قدر احمق الخطى
سحقت خيامتي خطاها. هي طمت فين؟ هرتني هرتني. شو هقول؟ طمت فين؟ وريني بس. طمت فين؟ بره بره. طمت رقبتك على صدرك يا ابني. حضري ايدي. وريني ايدي. ايدي ايه؟ وريني. مش هوريك ايدي. ايه ده هو نعم عيال؟ وريني وريني ايدي. الله الله لذيذ خالص. اوريجينال. مين 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 الاوريجينال ده؟ ده اوريجينال. ايه رايك؟ حاجة حلوة بلدي. لا شيك. بس ايه رأيك يعني؟ لذيذ خالص. مرسي قوي يا اونكل. مين؟ اونكل؟ انا بعد السن ده يتقال لي اونكل؟ عيب. احترمي نفسك. انت بنت قلة الادب. انا ما تقليش اونكل. انا ما حصلتش 14 سنة. انا شخصيا ما اديلكش اكتر من 11. بس انا زعلان. ما تزعلش يا حوهو. ازاي ما تزعلش؟ ازاي زعلان؟ لا 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 خم زعلان. والله زعلان. زعلان. اتفلي اتفلي استعطيات. استعطيات مين؟ خميس افندي. عم سلامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه انت سالت هنا ولا ايه؟ كانت زقلانيه مطينه بطير. لكن لماذا حضرتك جيت هنا؟ انا جاي عشان اقابل الست نصر. اي خدمه؟ اي والله ممكن تخش معايا حضرتك عشان يمكن ربنا يجعل في وشك القبول ان شاء الله. اتفضل اتفضل تعالى معايا. صباح الخير يا فندم. الاستاذ سلامه استاذي وله خدمه عند سيادتك. اهلا وسهلا. تحت امرك. الحقيقه يا حضره النظره الموضوع حساس جدا وهو خاص بنت عبد اللطيف باشا رستم. اه رودا. ايوه هي دي. الباشا اليومين دول اشغاله كتير وكان نفسه يجي يشوف سعادتك ويقابلك عشان يتعرف عليك لكن جاله موعد عند رئيس الوزراء. لا 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 رئيس الوزراء ما 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 مره واحده. في الحقيقه اللي انا اعرفه عن عبد اللطيف باشا رستم انه انسان محترم جدا واللي بستغرب له بنته دي طالعه لمين. شغل مراهقين يا هانم. عموما ده موضوع خاص بالاستاذ خميس. الاستاذ خميس انت يرضيك انها تنقض وضوي؟ يا خبر مش معقول. عملت لك ايه؟ احضرت كلب كذا يقرمني. يا ساتر لا ده لا يرضيني ولا يرضى الباشا ابوه. اللي عملته البنت دي ما يتفتش عليه ابدا. على العموم انا اسف بالنيابه عنها. طب انت وانت ذنبك ايه يا استاذ سلامه؟ يا سيدي المساله في بيتها. عموما يا استاذ سلامه لو الاستاذ خميس قبل اعتذار حضرتك المدرسة ممكن تتنازل عن حقها. والله إيه انا من ناحيتي. ايه يا استاذ خميس؟ عشان الورد ينتقي العليق وعشان خاطر عيون سلامة فندي استاذي فانا متنازل عن حقي هذه المرة يا حضرة النظرة. انما لو بعد كده حصل شيء من هذا القبيل ساعبطها هي والباشا ابوها. انت راجل كريم وابن راجل كريم. خلاص يا استاذ سلامة البنت ترجع بكره المدرسه بس ابوها لازم يعرف ان دي اخر مره. الجواسيس. لا الجبانات. لا رقصين يا بنت انت وهي. استني اما اشوف العصفوره هتقول ايه. قولي انا لا جاسوسه ولا جبانه. امال انت تبقى ايه يا شابه؟ ندله. ندله بعيد عنك. انا خوافه. خوافه. يا حرام يا حرام. انت لو اتفتت ليكوا حد يرجعك لكن انا لا. ولا ليه؟ انطعي. ده كان جوز امي يطردني. ده لو اتاخرت خمس دقايق بيضربني. يا عيني. وده في اني فيلم هندي؟ ده فيلم مسح الاحذيه. حلو حلو حلو. بس بس يا خلاص. بقول لكم ايه يا جماعه؟ زميلتنا لازم نراعي شعورها. هي غلطت ولازم بقى نسامحها. يا ربي ملايكه ملايكه نازلين من السما بس من غير جناحات. ايه المناظر دي؟ بس بقى يعني مسامحاني. مسامحاك يا سمير. قيام. جلوس. يا
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فين الراديو يا بنت؟ في التربية اللي اهلها ما ربوهاش في البيت هنربيها هنا في المدرسة. ده انتوا بالشكل ده يا امهات المستقبل عمركم هتكونوا مسؤولين عن تربية نشأ الامم. يقاس تقدمها باخلاق ابنائها وبناتها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. مين المتخلفة اللي عملت العمل المهببة دي؟ لا 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 مش انا يا استاذ اكتن. مين 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 البت السهنة دي؟ سميرة. معقول يا سميرة؟ معقول هذا الكلام؟ مش انا يا استاذ خميس، والله العظيم مالها وعاملة رايك مؤدبة وهادية يا ما تحت السواهي دواهي. والله العظيم ما عملت حاجة، والله العظيم مظلومة ما عملت حاجة. راسي المرة اللي فاتت جبتولي كلب، والمرة دي قرد، والمرة الجاية هتجيبولي ايه؟ فيل؟ ديناصور؟ استاذ خميس انا عايز اقول لحضرتك. اخرسي يا بتاعت الكلب. كفى كفى. معايا على حضرتك نصر، معايا معايا يا بنتي. حرام عليكي، دي سميره غلبانه تروح تجيب ولي امرها. هو فين ولي امرها دوت اللي هتروح تجيب؟ معايا معايا. ايه ده؟ قرد يا حضرتك نصر جاي منه هادي في الحصه. مين اللي جاب ده؟ لا نسى. مش انا يا ابله، والله ما انا. مفصوله مفصوله لمده اسبوع يا نسى. والله العظيم مظلومه يا ابله مظلومه. مش هترجعي المدرسه الا بتعهد من ولي امرك. اتفضلي. بلاش ولي امر يا ابله، بلاش ولي امر. اتفضلي برا برا. معقول؟ بطلي البتاع ده. قرد انا مش قادر افهم يا حضره النصر، لماذا تجيبوا لي حيوانات غير محترمه؟ كلب ثم قرد، يعني بيقصدوا ايه؟ بيلمحوا على ايه؟ ان انا في شبه بيني وبينه يعني؟ بالعكس فشل، ده انا قمر فورتين. استاذ خميس انت عارف كويس قوي ان احنا عندنا بعض الطالبات المدللات، اولياء امورهم من ذوي النفوذ الكبيره قوي والقويه جدا في البلد. طز واضح ان كلهم متكاتفين ضدك وعايزين يطفشوك المدرسه، فتجلد شويه. ها يطفشوني انا؟ ده انا اطفش بلد، ده انا غيت، انا غلس، انا وهم والزمن فيري لونج. سعادة الباشا بتكح ليه يا تلامة فني؟ شوية برد يا باشا. خير يا بهانة فني؟ سلامة سلامة طمأنينة. ايه كلها اسماء؟ خير خير ان شاء الله. الست روضة دخلت الفصل خلاص. كويس. المدرس ده بستفتو؟ اديته كلمتين في عظمه؟ لا يا باشا. لا يا باشا؟ لا ليه؟ يطلع ابن مين ده في المجتمع؟ ده ابن راجل فاضل، ده ابوه. وش حرامك انه ابن راجل فاضل؟ يا فندم ابوه عمدة كفر البلد بتاعتنا. عمدة كفر بلدنا؟ ها؟ امال ليه بيعامل روضة معاملة وحشة؟ البنات اش ايه يا سعادة البلد؟ كلا كلا كلام يا فني. كنش في انا في الموضوع؟ لا يا باشا، لا انا ولا بنا. ايه بنا دي؟ ايه بنا دي يا بهانة فندي؟ انا هيتقال لي بنا؟
غلط يا باشا، غلط معلش. ما تغلطش تاني يا بهانه. حاضر. بقول لك ايه؟ السلامه يا باشا. سلامه تلامه، هي كلها اسماء. ما يكونش قصده يدي البنت دروس خصوصيه؟ ما اظنش. كلا، انا اظن، اذا فانا موجود. يا سعاده الباشا، ده راجل على خلق، راجل متربي. يعني اخلاقه زي اخلاق فرسان العصور الوسطى؟ بالظبط يا باشا. يبقى لازم اشوفه، لازم اعرفه واقنعه ان يدي روضة درس في اللغات العربية الفصحى. انا عايزها تبقى علامة، علامة في النحو والنثر والاشياء معدن. باي باي. باي باي. سميرة، سميرة تعالي تعالي معايا. انا عايزه اروح. يا حبيبي تعالي معايا وانا هتصرف. انا خايفة. ما تخافيش تعالي. انا عايزه اروح. تعالي معايا واخلي بابا يكلم جوز مامتك. لا يا رودا، ده كان يقتلني. معلش نزليني هنا. اسمعي كلامي. احسن تنزليني هنا. انت ساكنه فين؟ في المهندسين. انا هوصلك على المهندسين. ابقي كلميني. اوكي باي. اهلا اهلا. انا ما عزمتش العربيه اللي موصلتي ليه؟ علشان تاخد معانا فنجان قهوه. مين ده يا بنت اللي موصلك؟ مين اللي موصلك؟ دي واحده صاحبتي يا عمي. واحده صاحبتك؟ واحده صاحبتك ولا واحده صاحبك؟ ها؟ صاحبتي يا عمي، حتى اديت بيها بالتليفون عشان تصدق. اصدق؟ انا اصدق عيني بشوفك يا بنت الكتيني. كفايه جابر، كفايه انت راجل في بيت ده بليل ونهار، كفايه حرام عليك. الله، يعني انا غلطان؟ غلطان دلوقتي اللي بربيلك بنتك؟ معلش. دي عربية موصلاها فيها واحد لحد باب البيت وشايفها بعينيا ان تاكلها الدود دول. بنتي ما تعرفش عربيات ومفيش عربيات بتوصلها. الله مظلومة يا ماما، دي كانت صاحبتي روضة. أيوة. روضة؟ أيوة. أحم ردة أطفال ولا ردة عربيات؟ وهي روضة على الهواء. أنا طفح دم قلبي علشان أربيكي. كل سنة أدفع لك 2000 أهلك عشان تدور أنت على حل شعرك؟ كسما عزما. ما أنت رايحة المدرسة من هنا ورايح. يا حرام عليك. خشي نجري على جوه. إيه ده؟ هزوا ولاد. يا جميل، خشي عليا يا عسل. لا أوعى، أنا زعلانة مالك. تزعل عند ايه؟ اصل انا شديد واحب الشده. خش عليا يا جميل، وانت كمان محتاج مني شويه شده. اخ شده وتزول. مين؟ استاذ سلامه. اهلا يا عم سلامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ايه خير؟ هي رضوى اترفضت التاني؟ لا، ده انا جاي المره دي عشان حضرتك مخصوص. تحت امرك. والله الباشا عايز يقابلك ضروري. ابو رضوى؟ ابو رضوى. وده يقابلني عشان ايه؟ والله احنا لما حكينا له على اخلاقك العظيمه صمم واصر ان هو يقابلك. لا، انا ما قابلش اولياء امور الا هنا في المدرسه. ليه يا خميس افندي؟ فيها شبهات يا عم سلامه. شبهات ايه يا راجل؟ ده الباشا راجل عليوي، راجل مكانته وهيله وعظيم لمعرفه الناس كنوز. طب عشان خاطري. حاضر يا عم سلامه. والباشا بتاعكو ده نقابله امتى؟ النهارده الساعه 8. ده اذا كان يعني وقتك يسمع. هتحايل عليه. هو مين؟ وقتي. طب خد ادي الكارت اهو وفي العنوان. ماشي، اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا يا عم سلام. اهلا بيك. تاكل من جريل يا بابي؟ انا عارف الواد تلامه ده باين انه جايب لحمه من الجمعيه. مين عمل معاك ايه جمعه فند النهارده؟ كان ظريف قوي يا بابا. انا عارف، انا عرفت بالحصه السادسه انه عاوز يديكي دروس خصوصيه. ايه؟ دروس خصوصيه ليه انا؟ ايوه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بس انا مش عايز. انا عايز. انا عايزك تبقي مصيبه في اللغه العربيه، تبقي كارثه في مفردات اللغه، تبقي داهيه في النحو والتعبير والاعراب والمحفوظات. بس يا بابي انا ما بسش.
الاستاذ جمعه جاي النهارده عشان اتفق معاه يديك دروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. افندم، مش هي دي فله رستم باشا؟ مين حضرتك؟ الاستاذ خميس عبد المتجلي صليت. صليت ولا نطات الحيط؟ ايوه هو دي. بتاع العربي. بتاع العربي اسمها استاذ اللغه العربيه. عربيه تلهفك. نهايته على مو موجود. اتفضل. تفضل. شكرا. فيكي فيكي فيكي. خد الاستاذ وزير الباشا. اتفضلي. اهلا وسهلا يا انكل، انا اخت الوده الصغننه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا صغننه. اهلا وسهلا. اسمك ايه يا اموره؟ انا اسمي سعاد. وانت؟ سعاد. انت سعاد؟ وانا خميس. في سنه ايه يا سعاد؟ انا في سنه خمسه ابتدائي. برافو برافو، ان شاء الله السنه جايه اسمك في رابعه ابتدائي. ممكن تقبل مني الشوكولاته دي؟ شوكولاته؟ حرام. لا مش حرام، ده شوكولاته مسقلطه. مسقلطه؟ يس. طب اصلي بتعسي. كمان ثواني كمان ثواني. طيب اهي. شكرا. فين بابا؟ هنروح عند لك بابي. ثانيه واحده. اذا سمحتي. حاضر. ظريفه ظريفه قوي، ظريفه موت. شوكولاته مسقلطه. مداعبه يا رقيق، مش كلب وقرد نجسين نقض وضوئي؟ اهلا وسهلا يا ابني. هي روضة بنتي لسه ما جتلكش؟ اهلا يا سعد باشا. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. خلاص في الحقيقه انا جايبك هنا يا استاذ خميس وعلشان اعتذر لك على الاعمال والفصولات اللي عملتها البنت روضة الشقيه ديت. واختها الصغيره سعاد اسقى منها، جابت لي عفريت العلبه على انه شوكولاته. في الحقيقه شقي قوي. ايوه في الحقيقه ربنا ياخدهم. ايه؟ قصدي ربنا يخليهم لك. متشكر متشكر. في الحقيقه البنت دي شقيه قوي يا استاذ. أيوة. انا عايز انصحك واقول لك كلمه سر. ايوه. اوعى روضه تقول لك انها هي عايزه درس خصوصي. انا يا فندم ضد الدروس الخصوصيه يا سعاده الباشا. برافو برافو يا استاذ خميس، اصل البنت دي شقاوتها تجنن ابدعها شنب في المنطقه. أشوف ده انا مره جبت لها مدرس انجليزي يا استاذ خميس طفشته بعد حصتين. بعد حصتين؟ يا لطيف يا لطيف. مره جبت لها مدرس مواد اجتماعيه انتحر. بنتي المجنونه. بنتي. وخد في ايدها كم حصه يا فندم؟ لا ما حصلش حصه واحده. معجونه بميه عفاريت. يظهر انها طالعه لسعادتك يا سعاده الباشا. هجيب لك البنت الروضة وجاي على طول. ما تزعجش. اتفضل اتفضل. اقعد. شكرا يا سعاده الباشا. اتفضل. شكرا يا سعاده الباشا. باشا عيل قوي. عيل وشبه شبلي شبلي. ايه؟ عملت ايه يا بهرنا افندي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت مين وجاي هنا ليه؟ انت اللي مين وبتشتغل هنا ايه؟ بشتغل هنا ايه؟ ايوه. سبحان الله في طبعك. سبحان الله في طبعك انت يا اخي. انت بترد عليا؟ ده انت باين انك راجل غلاط، غلاط بالكهرباء. انا غلاط بالكهرباء يا غساله بالبوتاجاز؟ انا غساله مكنسه؟ انا مكنسه يا عربيه زباله؟ انا زباله صفيحه ميه وسخه. ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ ازاي تكلم سعاده الباشا بالشكل ده؟ انا
انا اسف سعادتك سعاده الباشا. ايوه انا سعاده الباشا. انا متاسف جدا متاسف جدا يا سعاده الباشا. ما علينا استاذ جمعه. لا يا فندم انا مش الاستاذ جمعه، انا الاستاذ قبلها بيوم، انا الاستاذ خليل الجمعه. اقعد يا استاذ جمعه. لا ما صحش يا فندم ما صحش. لا اقعد. ما صحش. اقعد. ما صحش. ما تجيش يا فندم ما تجيش. لا ما تجيش. ده ساعتك اخ اكبر. وانت استاذ مدرس وزمان اتقال من علمني حرفا صرت له عبدا. اي نعم هكذا تكون التربيه الاخلاقيه يا سعاده الباشا. الله امال الباشا العيل المقلوز الصوانطه ده اللي قابلني من شويه ده يطلع مين؟ هي عملتها فيك العفريته. هي مين يا فندم العفريته دي؟ بنتي رضوى. روضه. روضه شقيه شقيه قوي يا سعاده الباشا شقيه قوي. انا مش بقول لسعادتك يا سعاده الباشا ان خميس افندي راجل من عائله ومتربي. فعلا باين عليه انه عائله ومتربي. ربنا يخليك. والمهم يا ابني انا عايزك في خدمه. تؤمر يا فندم تؤمر. انا بنتي روضه ضعيفه في اللغه العربيه. ضعيفه جدا. لغتنا الجميله لغتنا الحلوه دي انا عايز روضه تبقى ضليعه في اللغه، ضليعه في الناس، ضليعه في الشعر، ضليعه في المحفوظات. تمام يا فندم. هو بالقراءه والاطلاع ممكن هي تحقق كل اللي هي عايزاه. ايوه بس انا عايزك انت تساعدها. انا يا فندم اقدر ارشدها. ترشدها؟ اي فندم. ليه انت بتشتغل مرشد؟ ارشدها اوجهها احببها في القراءه احببها في اللغه وهي من خلال القراءه هتقدر تحصل اللي هي عايزاه. كلا والف كلا. انا عايزك تتولاها بعنايتك ورعايتك. يعني ايه يا باشا؟ يعني بالعرب الفصيح وبمنتهى الصراحه عايزك تدي بنت روضه دروس في اللغة العربية الفصحى. يا سعادة الباشا أنا مبدأ دروس الخصوصية أنا ضده، وواجبنا في المدرسة إن إحنا نساعد الطالب ونودله على الطريق الصحيح. ما هو أنت كده بتدله وتساعده. أيوة يا فندم أساعده من خلال المدرسة، لكن أساعده نظير إتعاب؟ لا. نظير فلوس؟ لا. أنا مربي. أنا مربي يا فندم مش تاكس. وأخيرا أنا تحت أمر سعادتك. At your service. انا مبهور بيك يا استاذ رميس. انا يا فندم مش رميس، انا اتوبيس. خميس. رميس خميس هي كلها بتوصل. زي العسل البشر بتاعك ده والله زي العسل والله. ايدك هتطبق صدري. استاذ هاني اتفضل. اتفضل. سلام عليكم. اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. ايده تقيله قوي. شويه. جايبه منين ده؟ والله. انا اول مره اعجب بشاب عنده اخلاق فرسان العصور الوسطى. انا مش قلت لك يا سعاده الباشا؟ فعلا التربيه في البيت زي التربيه في الملوخيه. بنتي يا نجديه رضا. بنتي رضا مالك لو يا موسك كده؟ سميره ما جتش. يسر لو ايه يعني؟ بكره تيجي. اسمعوا يا بنات احنا عايزين نساعد زميلتنا سميره. وهتساعديها ازاي يا اختي؟ هنكلم الاستاذ خميس، والاستاذ خميس باين عليه انسان طيب جدا، وبابا دايما بيقول عليه ان عنده اخلاق فرسان العصور الوسطى. طبعا انا مش فاهمه يعني ايه فرسان العصور الوسطى دي. لان الجهل. ايه؟ اقعدي يا نسا وانا اشرح لك. هدوء. فرسان العصور الوسطى اشتهروا بالقوه، لكن القوة كانت بتصاحبها الأخلاق. الفارس مبارز عظيم لكن أخلاقه أقوى من سيفه. مش مهم يكون الإنسان قوي وعضلاته قوية يكسر فلوس في الشارع، يضرب إنسان ضعيف، يكسر إزاز بيت. لا، الإنسان لكي يستحق لقب إنسان لابد أن يكون بداخله إنسان على خلق، وده اللي احنا محتاجينه قوي عشان نبقى فرسان. الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق. استاذ. نعم. طبعا حضرتك انسان. امال يعني هكون حيوان؟ العفو يا استاذ خميس، بس في زميله لينا اتظلمت وربنا ما يرضاش بالظلم، ولا حضرتك كمان. مين دي؟ سميره. ما تجيبيلي سيرتها، دي جابت لي قرد مزيكاتي كاد يقتلني من الرعب لولا انني تماسكت.
مظلومة يا أستاذ. أيوة يا أستاذ صدقني سميرة مظلومة. أيوة مظلومة يا أستاذ. مش مظلومة مش مظلومة مش مظلومة مش مظلومة. بس خاسي مظلومة ولا مش مظلومة؟ والله العظيم مظلومة يا أستاذ خميس. طب وأنا إيه دوري في المسألة دي؟ تروح معانا حضرتك وتوضح الموضوع لجوز مامتها الغبي ده. أوه ياي ياي هي عندها جوز أم. مون ديو مون ديو مون ديو مون ديو. خلاص حالك أستاذ خميس. نعم. إحنا بنخاطب الإنسان اللي جوه حضرتك يا أستاذ خميس. شيلي إيدك شيلي إيدك. يعني هتروح معانا؟ أحسن أستاذ متوظف. هتروح معانا؟ هروح. وهتسامح سميرة؟ هسامح. وهترجعها المدرسة؟ هرجعها المدرسة. مساء الخير يا طنط. مساء النور. اهلا يا روضه. اتفضل اتفضل. هي سميرة مش موجوده يا طنط؟ موجوده. امال هي فين؟ هتروح فين؟ ما هو من يوم النظره ما رفادتها وجابر ضربها حته علقه لما شافها راجعه من العربيه وافتكر ان راجل موصلها وهي ما بتبطلش عياط. انا يا طنط اللي وصلتها بالعربيه ولا ايه يا بنات؟ صح احنا اللي وصلناها بالعربيه واحنا جايين بقى ومعانا الاستاذ خميس علشان بقى نرجعها المدرسه. اهلا وسهلا يا استاذ خميس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عشان متوضي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده البيت نور. الله يحفظك. بس عارف بقى المعلم الاستاذ جابر مصمم انها ما تروحش المدرسه. وانت ما يردكش ده طبعا. طبعا مش معقول ابدا مستقبلها يضيع ولا تروح كده هوت. فلازم تكلمه ولا تقنعه. حاول تعمل حاجه يا استاذ خميس باين عليك طيب. ايوه انت ما يردكش كده برده. طبعا. وعشان كده الاستاذ جابر سجابر ده يبقى غلطان وانا جيت شخصيا عشان اتكلم معاه واقنعه ان البنت لازم ترجع المدرسه. ايوه. هي فين البنت؟ في اوضتها. طب ممكن يا طنط تشوفها؟ يا ريت. خشوا كلكم كده هتلاقيها. طب يلا يا بنات اتفضلي. باذنك يا طنط اتفضلي. بسرعه يا بنات. هو حضرتك قاعد تحت ليه؟ ما تتفضل فوق. هو فوق فضي؟ فضي. اتفضل حضرتك فوق. اتفضل حضرتك فوق. اتفضل حضرتك فوق. اتفضل حضرتك فوق. خش يا مسيحة غريبة. تعالي يا سميرة. استاذ خميس اهو جاي بنفسه. صدقني يا استاذ خميس مش انا مش انا. انا مصدقك يا سميرة مصدقك. ولو لم اكن مصدقك ما كنت جيت لغايتي. خفيش من الزفت بابر ده. هز ولاد. احنا جايين عشان نوضح موقف سميرة. فيا استاذ معلم جابر بيه يسعدني بل ويشرفني بالنيابة عن نفسي وبالاصالة عن بناتي. سميرة مظلومة. الله انت جاي تغطي على الغلط اللي غلطته. بقولك ايه هي المدارس اليومين دول بتداري على التلامذة؟ مش كده يا استاذ معلم جابر بيه. ده احنا قرايب. قرايب؟ قرايب منين بقى؟ طبعا قرايب. ده ليالي خالتين ساكنين في اسكندرية. واحدة في سيدي بشر. والتانية في سيدي جابر. يا سيدي جابر. بس 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 ولا كلمة ولا نفس. احنا جايين نهزر هنا؟ بس عايز سيادتك تفهم الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع الأنسة سميرة. الله ما هو موضوع سميرة باين من أوله. بلاش بلاش اللي عملته في المدرسة. تقول ايه بقى في العربية اللي وصلتها لحد هنا؟ العربية دي بتاعتي وانا اللي وصلتها. بلاش حجج فاضية. بلا عمي بلا خالتي. بقولك ايه اذا كانت المدرسة هتزود غلط البنت يبقى بلاه المدرسة وبلاه التعليم. يا معلم جابر يا معلم جابر. سميرة صحيح بنتك لكن المدرسة هي اللي بترتب حياتها ومستقبلها. المدرسة هي اللي بتنظم عقلها وسلوكها. اسمع هي كلمة واحدة انا قلتها. سميرة مش هتروح المدرسة يعني مش هتروح المدرسة. حلو؟ لا مش حلو يا جابر مش حلو. حرام انك تحكم على البنت بالاعدام بالشكل ده. بقولك ايه بقولك ايه انا ولي امرها ابوها يعني ومن حقي اعمل اللي انا شايفه في مصلحتها. حلو؟ لا مش حلو. اذا كنت انت ابوها في البيت فانا ابوها في المدرسة. حقوقك هنا شيء في البيت لكن حقوق المدرسة اكبر واشمل. حلو؟ لا مش حلو لاني ما فهمتش ولا كلمة من نحو اللي انت عمال تقوله ده. بتتوهني في الفلسفة اللي بتقولها دي. يالا اسمع زي ما بقولك البنت مش هتروح المدرسة يعني مش هتروح المدرسة. قسما عظما بقولك ايه. نعم. انت مش شربت القهوة؟ ايوه. ليك مزاج تشرب حاجة تانية؟ سهلا. لا انت شربت القهوة انا الدور عليا اشرب. بالهنا والشفا.
اشرب من دمك لو طولت قدام السعاده. اتفضل. ايه ده انت بتطردنا من بيتك يالا يا جابر؟ ولا وكمان بتقول ولا؟ يبقى انت منشن على اني اشرب من دمك. اتفضل. بس يكون في علمك ايه سميره هترجع المدرسه راضيطه ام عبيت. يلا بينا يا بنات. ايوه هترجع المدرسه راضيه عم عبيد. يلا يا راجل يلا يا راجل اجري امشي امشي وتقول لي يا عمي عم الدبب. اهلا اهلا. هي حسنت وجايبه لي مدرس النحو يا نحو النوحه لحد هنا البيت ويقول لي انا يا جابر. ايه ده ايه ده ايه ده هو؟ ايه بلاش يا استاذ بلاش ده راجل شراني وانت مش قده. شراني على نفسه ده البيت هتموت في ايديه لازم ينقذها منه. يا استاذ ده دي نفسك عشان خاطر المره دي عديها بس معلش. ولا يا استاذ ولا يا استاذ ولا يا استاذ يا وريتك يا خميس الغبرة ما بعاش انا. مامي. نعم يا حبيبتي. انا متغاظة متغاظة. متغاظة من ايه؟ البت رودة قدرت تقنع استاذ خميس انه يروح معاها عند سميرة. انا ملاحظة انك انت مهتمة قوي باللي اسمه خميس افندي ده. ان جيتي للحق يا مامي خميس ده تحفة فانتاستيك. فانتاستيك؟ بس انا كل اللي غيظني ازاي ست رادوة قدرت تنتصر عليا انا. يعني انت عايزه ايه؟ عايزه تتجوزيه؟ لا عايزه العب بيه. عشنا وشوفنا تتجوزيه الا العب بيه. استاذ خميس انت غلطان في اللي انت عملته. ما يصحش ابدا ان استاذ زيك مفروض انه محترم. ايه مفروض دي؟ يدخل نفسه بمسائل شخصيه جدا لطالبه ولاسرتها. حلو. لا مش حلو. انا عملت اللي امليه علي ضميري يا ابلة حكمت. ألفت استاذ خميس واضح انك متأثر جدا بمسلسلات التلفزيون. لازم تعرف ان ضميرك واجباتك اللي بيمليها عليك ضميرك حدودها هنا المدرسة يا استاذ خميس. ها حلو. ها لا مش حلو. يا حضرة المزرعة انا اللي عملته ده من صميم عملي. المدرسة مسؤولة عن التلميذة لحد ما تخلص دراستها ولما تخرج للحياة هي حرة في حياتها. استاذ خميس احنا مختصين بالعلم وبس. والتربية وزارتنا اسمها وزارة التربية والتعليم مش التعليم بس. خلاص موافقة يا استاذ خميس. خلاص استاذ جابر ايه رأيك؟ يا حضرة النظرة انا مصر على شكوتي ضد الاستاذ ده اللي المفروض انه محترم. ايه مفروض مفروض؟ حضرة النظرة الاستاذ ده جالي البيت هو والبنات وصلت البنات علي علشان يزغزغوني. يزغزغوك؟ ايه بلاش الحركة دي اعملي معروف لحسن انا متعقد منها من يوميها. صلت علي البنات عشان يزغزغوني واموت انا من الضحك وهو يخطف بنتي. يخطف بنتك؟ ايوه. وانا اخطف بنتك ليه يا سيد؟ من غير ليه واسأل روحك. يا ظالمني انا من ظلمك يا استاذ. انت اللي ظلمتني وظلمت البنت وظلمت البيت. شوف
انا مصر على شكوتي يا حضره النظره، واذا بنتي ما رجعتش معايا البيت النهارده من المدرسه انا ليا تصرف تاني معاك. واديك جربت، انا شديد واحب الشده. بنته في الفصل يا حضره النظره، وانا عنيد وما احبش الكبده. بس ايه ده؟ احنا في مدرسه هنا مش في مصمت. حزلت يا دادا، هاتي الطالبة سميرة فتحي من تالتة تاني. ولما حاول محمد علي التخلص من المماليك دبر لهم مذبحة القلعة. القلعة؟ ايوه. عايزة ايه؟ حضرة النظرة عايزة سميرة فتحي يا فندم. اتفضلي يا سميرة. متخافيش يا سميرة، ربنا معاكي. انا هعرف اوريهم اللي عملوا لي كده. لا يوعدك. اهلا. واتصل بمراد بيه. كنت فين؟ رحت فين؟ اتخطفت فين؟ بس معقول الوحشية دي؟ تعالي هنا. ايه ده؟ انا حر في بنتي، اعمل فيها اللي انا عايز اعمله، وهاخدها معايا دلوقتي على البيت اكمل عليها. ما انتش حر ابدا. البنت دي في حوزتي انا، تحت رعايتي انا. الله، انقذت لي منقادة متحيزة ضعيفة الشخصية. انا هوريكي انت واستاذ الزجازيخ ده. يلا يا متزغزخ. بقولك ايه، اعلى ما في خيرك اركبه. سميرة بالنهاردة تحت مسؤوليتي انا، انا والمدرسة، فاهم؟ برا برا. وبتطرديني كمان؟ يلا يا بنت، يلا يا بنت. البنت سيب البنت وبرا برا كده. طب ان اما اوريكوا ما بقاش انا، واديكوا عارفيني حاكم انا شديد واحب الشده. برا برا. فكيلات كأمك. وانا هبلغ الامر للوزاره، للصحافه، للاذاعه، للتلفزيون، للبرامج التعليميه، للقناه الفضائيه. انا متاسفه يا حضره النظر، اصل راجل مجرم. ما يصحش يا سميره، ما تقوليش عليه كده، ده مهما كان في مقام والدك. بس ده كان بيضربني على طول. معلش يا حبيبتي. سميرة، سميرة انت زي بنتي بالظبط، ومن النهاردة هتعيش معايا في البيت. بقولك ايه، عايزاك تدخلي الفصل وتمسحي دموعك، مش عايزة اي حد ابدا يحس باللي حصل. حاضر. يلا حبيبتي. سميرة. ايوه ابو. النهاردة هتروحي معايا. حاضر. حضرتك المديرة؟ أي فندم، خير؟ في أمر ضبط وإحضار لحضرتك والأستاذ خميس عبد المتجلس ليت. ليه؟ الأستاذ جابر عمران اتقدم ببلاغ للنيابة بيتهم فيه حضرتك والمدعو خميس عبد المتجلس ليت بتحريض الطالبة سميرة فتحي بالهرب واستخدامها في أعمال منافية للآداب. هي حصلت؟ السافر الحقير الوضيع، أنا المربية الفاضلة، يتهمني التهمة البشعة دي؟ معلش يا هاني، أنا معذور وبنفذ أوامر، اتفضلي حضرتك معايا. أنا استنى يا حضرة الظابط، استنى، أنا اللي هروح معاكم وسيب حضرة النظرة. ومين حضرتك بقى؟ أنا البروفيسور خميس عبد المتجلس ليت، مدرس الأرابيك لانجوج بالمدرسة. ما انت مطلوب القبض عليك انت كمان. ايه؟ اوكي اوكي، انا هروح معاك. بس ارجوك بليز بليز سيب حضرة النظرة. لا، انتوا الاثنين. طيب بعد اذن حضرتك ممكن اتصل بالشؤون القانونية في الوزارة؟ ما تكبرش الحكاية يا حضرة النظرة، هم هياخدوا مننا كلمتين ويسيبونا بمجرد ما اقول لهم انك انت معايا. اتفضلوا معايا. اتفضل. لنظرة عايز فيها فرد. مصيبة؟ مصيبة ايه كفالة الشر؟ حصل لك حاجة في المدرسة يا رضا؟ قوليلي يا بنتي، طمنيني، أنا قلبي بيكن ومتوغوش. الأستاذ خميس ماله؟ اتقبض عليه مع مديرة المدرسة. اتقبض عليه؟ ليه؟ أصل ولي أمر سميرة بلغ عليهم النيابة. مش معقول. بابي كلم المحامي العام. طبعا. ولا أقول لك يا بابي كلم النائب العام. أهلا أهلا. هيحصل. ولا أقول لك كلم وزير العدل. ضروري. ولا اقول لك يا بابا كلم رئيس الوزراء على طول. اوه لا لا لا، ان شاء الله.
بقت دلعتي؟ يا استاذ خميس انا اتقال الزهرة واتقال لي دلعتي. انا المربية الفاضلة، انا نظرة المدرسة تعمل فيا كده. بطلي مدغ الباب وانتي بطلي سجاير. معقولة اللي بيحصل ده؟ انا اقف في الموقف العصيب ده وسط شرذمة الرعاع اللي فاضي واللي حواليا دول. معلش يا طلعتي، معلش يا حارس نظرة، انا متأكد ان العدالة ستأخذ مكرها، وكلها ربع ساعة وهنروح. ربع ساعة ايه؟ ربع ساعة ايه؟ انا حاسة ان بقالي ربع قرن في الموقف اللي انا واقفة ده. معلش كلها ربع قرن ونروح. ايه ده يا استاذ خميس؟ ازاي ده يحصل؟ ايه ده؟ مين ده كمان؟ ده الباشا، الباشا والد العريسة رضوى. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. مين دي؟ دي حضرة نظرة. نظرة ست، اهلا وسهلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا لا يمكن اسكت على الموقف ده. انا راجل عندي اخلاق وقيم ومصري، ده تخريب للاخلاق وتدمير للمصري وتخريب للقيم. مظبوط يا فندم. انا هصعد الموقف ده لاعلى المستويات. ما شاء الله ما شاء الله، مثل وقيم واخلاق زي بالظبط يا فندم. انا سعيده جدا بمعرفتك يا فندم. ما شاء الله. انا تفائلت خلاص، واضح ان الدنيا لسه بخير، واضح يا استاذ خميس ان الموقف خلاص هيتعدل ويبقى لمصلحتنا ان شاء الله. مش قلت لك يا نظره؟ مش قلت لك ان العداله ستاخذ مجراها؟ وما دام ساعه الباشا جه شخصيا يبقى كلها 10 دقايق وتروح. 10 دقايق؟ ليه انت هتخليله هنا؟ هي دقيقه واحده. استنوني. يا سلام. الحمد لله. في حاجة يا سعادة البيت؟ انت جاي هنا ايه متهم؟ بيقولوا يا فندم. بيقولوا؟ ايوه. اسمك ايه؟ انا الاستاذ خميس عبد المتجلي صليط، مدرس اللغة العربية. وكمان بقيت مدرس؟ بقيت؟ انا يا فندم مولود مدرس لغه عربيه، حتى سعادتك سال الدال. امين. خلي بالك من الاستاذ لغايه ما اخرج. متشكرين قوي يا سعاده الباشا، متشكرين قوي. يا حاج العدل سامع يا همزه بيقول لك خد بالك مننا. مش قلت لك يا حضره نظره العداله ستاخذ مجراها وكلها 5 دقايق ونروح؟ المهم طمني يا استاذ خميس، الشخصيه اللطيفه السامحه اللي دخل هناك ده انت تعرفه؟ لا، يكونش من بلدنا. لا لا ما اعتقدش ابدا، واضح انه يمكن يكون ولي امر تلميذه من التلميذات، سمح باللي حصل لنا وجاي عشان يساعدنا هو. جايز قوي يا حضره نظره، مش قلت لك العداله ستاخذ مجراها وكلها 3 دقايق ونروح؟ دايلو كيلو على ست نظره وخميس. وخميس؟ خميس حاف كده؟ الاستاذ المحترم خميس عبد المتجلي صليط، مدرس اللغه العربيه. عندك حق يا استاذ خميس، واضح ان فعلا العداله ستاخذ مجراها وكل هديه ونروح. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا هدخل لوحدي. اتفضل. مش بحبش. انا هدخل لوحدي. دول تبعي، استاذ جمعه ونظره. استاذ خميس يا فندم. هاي كلها ايام. يخلى سبيل السيدة ألفت كمال مديرة المدرسة من سرايا النيابة لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليها بخطف الطالبة سميرة فتحي. متشكرة قوي يا فندم، متشكرة. شو قلت لك هذه المرة؟ أهو العدالة أخذت مجراها وهنروح. أنا مستنياك. أما بالنسبة للمتهم الثاني خميس عبد المتجلي صليط، أنا يخلى سبيله لعدم ثبوت اشتراكي في نفس التهمة. متشكرين أوي، متشكرين أوي. يحيى ويحول إلى مديرية الأمن هنا
بناءً على طلب العقيد مصطفى الشاعر تهربوا من عدة أحكام في قضايا أخرى. نعم أنا محكوم عليه في قضايا أخرى والعقيد الشاعر. إيه سمعت منك من شهر العقيد على النظرة العدالة ما أخذتش مجراها ومش هروح. شدة وزول إن شاء الله وأكيد أكيد العدالة هتاخد مجرى. خده يا أمين. قال لك خده هو بس مش أنا. أنا خلاص سبهاني لوحدي. أنا لوحدي مشكلة. هي إيه العبارة؟ يا باشا الشخص اللي أنت شفته ده بيدعي إن اسمه خميس عبد المتجلد سليط ومنتحل شخصية مدرس، وفي الحقيقة الشخص ده محكوم عليه بالإعدام. ربي بتقول ايه؟ ده بالظبط كده، وعشان كده انا طلبت من النيابه التحفظ عليه. معقول؟ معقول ده يحصل لي انا؟ انا بفطر اخلاق واتغدى قيم واتعشى مقانع، يحصل لي كده؟ ده انا كنت مغشوش فيه بقى. اكيد مغشوش يا باشا. يا سلام، اللي يعيش يا ما يشوف. واللي يمشي يشوف اكتر. واللي يقعد ورا ما يشوفش خالص. هي ايه الحكاية؟ انا مش فاهم حاجة. يكونش ابنه محتاج درس خصوصي؟ انا احكام في قضايا اخرى. ده شبه الخالق الناطق ولو انه عفش ومدهول. يا سلام يا ولاد، يا سلام يا ولاد لو ثبتت عليه التهمه ودوقوه حبل المشنقه. نادر عليا لبع 10 رجول وفرقهم لوجه الله. تمام يا ولاد؟ تمام يا معلم. هيبقى يوم المنى، يوم نشتغل في الممنوع من غير قرف مصطفى الشاعر ورجالته. تمام يا ولاد؟ تمام يا معلم. عايزكم تراقبوا مديريه الامن كويس وتبلغوني الاخبار اول باول. حاضر يا معلم. في صحتك يا خميس. يخلق من الشبه 40. سبحان الله، الخالق الناطق. اتفضل يا استاذ خميس. يعني ايه؟ يعني احنا متاسفين على الخطا ده. متاسفين على الخطا ده؟ اصرفها من المتاسفين دي. معلش يا استاذ خميس معلش. طول ما بنقول معلش مفيش فايدة. يا استاذ خميس محدش معصوم من الغلط، كلنا بنغلط. واللي كتب في الجرايد ده يتصلح ازاي؟ نعمل له تكذيب؟ والصحافة تكذب ليه قبل ما تتأكد؟ ليه نأذي مشاعر ناس ابرياء بتوعهم غير حقيقية؟ اقول ايه لاصحابي؟ اقول ايه لاهلي؟ اقول ايه لامي؟ اقول ايه لابنائي وبناتي في المدرسة؟ ليه ما نطبقش قانون المتهم بريء الى ان تثبت ادانته؟ ليه ليه ليه؟ يا استاذ خميس انا مش عاوزك تنفعل، وانا مستعد عن نفسي اقدم لك اي ترضية انت عاوزها. الترضية الوحيدة اللي انا عايزها ان العدل دائما لازم ياخد مجراه. الو، ايه افراج؟ احنا بقى اللي هنقبض عليه. اختفوه يا ابن القرع. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ الأستاذ خميس؟ أيوة أنا الأستاذ خميس. حضرتك عارفني، حلقنا مع بعض قبل كده. الله، أنت مش فاكرني ولا إيه؟ طيب فكرني، أنا مش فاكر. بقى ده كلام يا راجل، مش فاكر من 15 سنة لما كنا قاعدين مع بعض في القهوة بندردش؟ كنا بنتكلم
بندردش على القهوه من 15 سنه وعايز افتكر. ايوه هي دي حاجه تتنسي؟ بالاماره كنت معذور في مبلغ كده بمراتك وشهادتك اديتهم لي. يا سلام اديتهم له والله. والله حاجه كويسه حاجه كويسه. لسه ما افتكرتش؟ والله بفتكر اهو. ولعلمك بقى لغايه دلوقتي ما خدتش فلوسك. لغايه دلوقتي؟ اتفضل معانا. على فين؟ على البيت. على البيت؟ ايوه. هو المبلغ كام ولا مؤاخذه؟ المبلغ كام؟ نص مليون جنيه. نص مليون جنيه؟ الحقوني الحقوني يا مها يا مها. مية المية خميس ابن امه خميس. انا النهارده اتولدت من جديد. خد يا ولاد خد الفلوس دي اشتغلوا بيها وانا اصلي حاسبكوا كام يوم كده ومش عايز البت نرجس تعرف اي حاجه عن اللي حصل. تمام تمام يا معلم. يا سبحان الله 15 سنه اشتغلهم معاك واشوفك بالشكل ده وما اعرفكش يا معلم. انت مين دلوقتي يا معلم؟ انا الأستاذ خميس عبد المتجلي صيد مدرس اللغة العربية. سلام. اهلا اهلا اوعى تخيل. وحشتنا يا راجل. يا استاذ عبد الخنور. لا هتعلموني ولا ايه؟ ادخل من وشي. وماله يا استاذ عبد الخنور؟ اعذره. الصدمه كانت شديده قوي عليه. راجل مثقف انت عارف انه حساس حبتين. الله يكون في عونه. بصراحه انا لا منه اطلب نقل من المدرسه. عندك حق. الاستاذ خميس اتاخر ليه؟ مش عارفه. انا هروح اشوف. يا ريت. يا على شكلك يدك دي هقطع خالص. الخميس قال ده تلات. هيطي يا بنات. طب واحد مايو واحد مايو اثنين مايو ثلاثة مايو ثلاثة مايو ثلاثة الفكه بتاعته قاسم ده هي تقرفك سندوتش فسيخ. نقعد يا استاذ. قعدوا بالهنا والشفا. ما شاء الله ما شاء الله. كل ده طلع كتاب القراءة يا أستاذ. ما شاء الله. أنتوا بتعرفوا تقروا؟ الله حلو أستاذ. طلع كتاب الأيام للدكتور طه حسين. أيوه الدكتور طه ده راجل جدع قوي ودكتور كويس قوي. أنا مرة رحت له العيادة عشان يعالجني من الكحة من المعسل بتاع بالليل. عسل عسل يا معسلة. يا أستاذ الدكتور طه حسين دكتور بس في الادب. هو مؤدب قوي راجل مؤدب قوي ما رضيش ياخد فيزيتا. استاذ ممكن تقول لنا الفرق بين الدكتور طه حسين وابو العلاء المعري؟ معري ده لازم كان معري عشان الدنيا صير. ده انا شفت له مسلسل كويس قوي في التلفزيون. مسلسل يا استاذ انت قصدك ابو ليلى البشري. انا قصدي ابو العلاء المعري. ما تقلبوش دماغي دي متكلفه. المعري معري معري ما يتغطى. انت باين عليك بتحب برامج التلفزيون وده معناه ان احنا هنبقى اصحاب قوي قوي قوي. يا جميل ايه ده؟ ايه اللي جاب الاسعاف دي هنا؟ اسعاف ايه يا استاذ؟ ده جابت فسحه. فسحه فسحه. طب يلا نتفسح. هنتفسح ان شاء الله. ما شاء الله. ده ايه الاستباحه الحلوه دي؟ فين حياتك؟
فضلكم عجل. الله يعافيك يا استاذ. مع الخير يا انا فين؟ مش ممكن دي تكون تلتة تاني. ما كنتش بعلم. ايه مالك؟ ايه اللي مضايقك يا سيد الناس؟ ماما تفهمني يا ماما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت مين يا ست؟ انت مين يا عيب الشوم؟ معقوله؟ معقوله مش عارفني؟ لا 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 لا، ده انا هقعد هخطر منك قوي. انت مين يا ست؟ ايه يا حبيبي في مين؟ انا روحي يا بلعتي. انت مين؟ ايه مش عارفني؟ لا لا لا، العين يابا، العين يابا. طب مش مهم انت مين، بس مهم قوي اعرف انا مين وانا فين. انت في الجبل وسط رجالتك يا روحي. وسط رجالتك يا روحي، وحضرتك من رجالتي. انت نسيتني يا معلم. انا مش معلم، انا معلم مربي فاضل. حتى سألي حضرة الناظر. نسيت ده كله. انا الوحيدة اللي رضيت تخليها جنبك وما تموتها زي السبعتاشر بنت اللي قتلتهم. سبعتاشر بنت ما انا انا شهرزاد بتاعتك يا شهريار. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. 17 بنت بابا. قتل الراجل بتاع العداله بيقول العين يابا، العداله هنا بالكعبله. طبعا مش عاجبني، الصدمه كانت تقيله عليه قوي. ايه تعملي حفله الاستاذ خميس؟ طبعا هعمل البارتي، ما عنديش اي مانع. بس بصي انت عليكي تقنعيه. مش ممكن كده ابدا. انام عليه وبرايا، اكل عليه وبرايا، اخش الحمام ويخش ورايا كمان. اول مره اشوفك عصبي كده. نزل ايدك من عليا. طول عمرك هادي وسلاحك هو اللي بيتكلم. انا مش الابتر، انا الاصغر. انا خميس يا ستتي خميس، الاستاذ خميس حتى متجلي سليط، مدرس لغه عربيه درعبي. حتى سالي حضرة النظر. لا دي حدوتة حب جديدة وانت بترسم عليها يا الدلعاتي. مش على النرجس يا ابتر، ده انا لحم مر. تنساش اني عارفة عنك كل حاجة، واقدر اضيعك واوديك في 60 داهية. طيب اوعى اوعى تفتكر عشان حرمة منكسرة. لا فوق فوق قوي. العين يا على النظرة العودة. اهلا اتفضل استاذ خميس. ازيك؟ ازيك يا بنوتي؟ ازيك؟ عامل ايه؟ تعالى سلم على مامي وام كنهان. اهلا اهلا يا استاذ خميس. اهلا يا هان. اهلا يا فهد. ايه ده؟ دي مش بوسه خميس، دي بوسه سبت. مش انت برضه الاستاذ خميس اللي بترفد العيال؟ خد دي ايدي حلفه صغيره تبقى اعملها في كرتون. يعني اعملها هنا ولا في الفسحه؟ ايدي ايدي. استاذ خميس في حفله زي دي لازم تكون على راحتك. ازاي يعني؟ يعني تقلع الجاكيت وتسيبك من البايب والطربوش ده، خليك سبور يعني. اوكي اوكي. هاي ازيك يا زيزو؟ هاي رودة. ازيك؟ هاي سميرة. اتأخرتوا ليه؟ السواق اتأخر عليا. مش دي حفلتكم؟ لا دي حفلتنا كلها. اتفضل. ميرسي. ميرسي يا مدام. حامد. نعم ميرسي اوي. حامد جننت الحيوانات، جننت الحيوانات. حامد استاذ خميس تشرب شاي ولا ينسون؟ انا عارفه انك مالكش في الويسكي. اشرب كازوزه. لا دي مش كازوزه. عايزك بقى تاخدها كلها على على نفس واحد. سميره مش ممكن يكون من ده الاستاذ خميس. امال هتقولي ايه بس؟ استني وانت مش فاهمه اي حاجه. الحقيقه دلوقتي تبان. ادينا منتظرين. هو فين ال ايه ده؟ هو في ايه؟ فين الاسانسير؟ في ايه؟ الاسانسير فين؟ ايه ده؟ انتوا اتجننتوا ولا ده؟
بقول لك ادعش ادعش يخرب بيتك يخرب بيتك. هو فين اصلا؟ انا بحبك. شايفه الخميس بيعمل ايه؟ ايوه شايفه. ده بيسوي الهوايه مش ممكن. انا ما كنتش اعرف انك فور قوي كده يا استاذ. كنت فاكراك الاستاذ خميس التقليدي مش بتاع الحاجات دي يا استاذ خميس، فاهم؟ يا كتا طربوش. حاضر يا باشا. ليه يا استاذ؟ ده لسه الحفله ما ابتدتش. ما تقعد شويه يا استاذ خميس. يا باشا رايح فين؟ مره تانية. ثواني يلا هديك. رايحين فين؟ ثواني يلا على خميس وما تنساش اللي قلت لك عليه. ها حاضر. الاستاذ خميس يسكن في المقدم؟ اتنيلي وقعدي ساكته ورايا يا عم عبده. الرقل حب سكاره سكاره مثلنا. ايه لحقت تغيري؟ رحتي يعني اعتبر ده وعد؟ يعني ايه؟ يعني انت رحتي وانا كمان هرحرح. كل واحد فينا يرحرح على راحته. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه ده زي ايه؟ اللي بتعمله ده؟ انت مجنون. مجنون ايه؟ ده انا قصير ولاقينه بيجري. انت مجنون. خدته فلوسك؟ خدته كل فلوسك؟ انت مجنون. وتقولي ده انت قلت لي انت عندك 11 سنه؟ في واحد عنده 11 سنه مجنون؟ اوعى اوعى. مش هسيبك يا مش هسيبك. لازم اخدها، لازم اخدها. دي راحت. سافرت؟ سافرت وكله تمام. في تعليمات من المعلم. ايه هي؟ يا ترى ايه هي؟ نخلص على الاستاذ. ايه وده هنودي جدته فين؟ مع ال 18 جثة اللي اتسوى قبل كده في المزارع. بس المعلم مش عايز نرجس تعرف اي حاجه. معلوم 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 معلوم. ابين زين واضرب الوضع. ابين البخت يا شابه بشوف. طب شوفي لي والنبي بخت. من عيني. يلا من عيني. وشوش الوضع. خد ارمي بياضك يا شابه. طيب اهو. واي 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 واي. انت واقعه في مصيبه يا شابه. اللي وقعك الوقعه دي؟ انت بتحبي واحد وهو مش بيحبك، صح ولا مش صح؟ صح. مش عارفه له طريق، صح ولا مش صح؟ صح. يا شابه ايه خير؟ هتقعي في مصيبه بعد 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 ايه دقيقتين او يومين او شهرين. يا لهوي تمام. استا استا لا ايوه انت بتاعت اللبن يا بتاعت اللبن. اوعى كده وتعمل زي البرص يا بتاعت. امنا الغوله دي يا بعد دقيقتين دقيقتين. ايه ايه ما عملتش حاجه. كل ايه اللي بيحصل بعد دقيقتين؟ يلا على هناك. خدوها على هناك. يلا حسام حسام نازل. ألف ألف مبروك. أنا كنت متأكدة إن العدالة ستأخذ مجراها. الحمد لله الحمد لله. لسه يا أستاذ لسه يا شاعر. ما احنا مش عارفين مين فيكم خميس ومين الأبطر. شوفوا يا بنات. إيه؟ أنا ما يهمنيش المذاكرة، أنا اللي يهمني إيه؟ أعمال السنة. الآن
بصي كويس وركزي، مين في دول الخميس ومين فيهم الأكتر؟ مش عارفة. مش عارفة. حضرت النظرة تقدري تعرفي؟ مش قادرة أحدد. مش شبه بعض جدا. مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا هو ما تحاولش تهرب. مش هنا، كنت متأكد إن أنت الأفضل. المكان كله محاصر. هقتلك يا نرجس. وانت يا حضرة النظرة هديكي درس خصوصي. يشرب شيشة. الأم مدرسة إذا أعدتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم؟ الأم مبتدأ يا أستاذ. شكرا. مدرسة؟ خبر يا أستاذ. تفضلي. أنا عايز كل واحدة فيكم تطلع الأولى. ها؟ نقول قول معايا. الأم